اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فيزيكس كلينك نصب الشاي. موضوعنا النهارده عن دكتور علي مصطفى مشرفه. علي مصطفى مشرفه اتولد يوم 11 يونيو في دمياط، وابوه مات، وعلى فكره ابوه كان غني جدا وخسر ثروته في الاخر. المسؤوليه بقت على علي كبيره، وراح القاهره هو واسرته ودرس في العباسيه بالمجان في اول سنه، وبعدها راح مدرسه السعديه بالمجان برضه بسبب تفوقه، واجتهد واخد شهاده البكالوريا، وكان ترتيبه التاني على الدفعه. وصلنا كده لمرحله الكليه. اختار ايه بقى؟ اختار طب؟ لا. هندسه؟ لا. اختار دار المعلمين وطلع من الاوائل، والدوله اديته منحه بسبب تفوقه. ودرس الرياضيات في جامعه بلينجهام البريطانيه. وقتها في مصر كان حصل ثوره كبيره جدا من حزب الوفد على الاحتلال، وفي مصدر بيقول ان زعيم الثوره قال له: العالم عاوزك يا مصطفى عالم، وتقدر تخدم مصر من شوارع انجلترا اكتر بكتير جدا من انك ترجع مصر. بعدها علي انتقل لجامعه كينجز كوليدج، وحصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبه الشرف، وبعدها حصل على دكتوراه في الفلسفه من لندن، وبعدها اخذ من نفس الجامعه دكتوراه في العلوم، وبعدها كان في وزاره اسمها المعارف مسكت مصر. فمصطفى رجع وهو عنده 27 سنه واشتغل مساعد رياضيات. مشرفه كان لسه مكملش ال 30 بس اتعين عميد للكليه، وما مسك عميد ساعد الطلبة يروحوا بعثات لندن علشان يتعلموا، وعمل تزامن أو ترابط بين كلية العلوم جامعة القاهرة وجامعات لندن، وبدأت كل الكليات تعمل زيه. طلع من تحته علماء كتير زي سميرة موسى، كان مجتهد، عمل 25 بحث في حركة الإلكترون علشان يفسر بعض الظواهر، ودرس الطبيعة المزدوجة. وقتها كانت أمريكا رمت قنبلة على هيروشيما، فمصطفى مشرفة اشتغل في المفاعل النووي للعراق بدافع الاستخدام السليم، وفي مقالات بتقول ان هو اغتيل بسبب القنبله دي. كان واحد من الناس اللي شرحوا النظريه النسبيه واينشتاين عايش، واحد من الناس اللي ادخلوا تعديلات على النظريه النسبيه واينشتاين عايش، واحد من الناس اللي اينشتاين نفسه قال ان العالم فقد قيمه علميه كبيره لما مات. وفي نفس الوقت كان بيكتب النظريه النسبيه لاينشتاين باللغه العربيه، وكان بيدي محاضرات باللغه العربيه في المدارس الثانويه، وشارك في تحقيق اشهر كتاب رياضيات قديما في الاسلام اللي هو علم الجبر والمقابله. يعني ايه بقى؟ عارف لما تفك معادلتين وتضرب 3 وتضرب في سالب 3 عشان تظبط المعادله؟ زي الواحد المكسور لما يتحط له كبيره بتظبط له العظم بتاعه، ده اسمه علم الجبر والمقابله. وما تنساش تدعمني بلايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على المحتوى ده.